البروجكت اللي احنا بنشتغل فيها. الفكره بتاعته جت ان في احتياج للمجتمع، المجتمع نفسه محتاج لعربيه البنت تكون راكبه فيها وانها تكون حاسه بالامان والخصوصيه، وكمان في احتياج لان البنات ما دخلتش في كل المهن في مصر، وفي معدل بطاله كبير جدا في البنات. فاحنا بنحكم بنات انها تدخل مهن جديده، انها تشتغل في حاجات جديده، انها تدخل كل المهن ونوري احنا بنغير وجه البلد الحضاري، بنطور في المهنه بتاعتنا بتاعت الليزين، بنخلي ان في انطباع ان المجتمع بتاعنا اكثر تحضرا، ان هو يتقبل فكره عمل المراه في كل المهن، وان هو بيتقبل مشاركه الرجل مع المراه جنبا الى جنب في المجتمع. طيب الخطوات اللي بتخطيها عشان تحققي المشروع ده؟ الخطوات طبعا احنا اولا شركه مرخصه، وانا بحط خط تحت الكلمه دي علشان خاطر الموضوع مش مجرد فكره واحنا اي حد بيفكر فكره يشتغل فيها، لا احنا شركه مرخصه بندفع ضرائب للدوله وبندفع تأمينات. الخطوات اللي احنا اتبعناها ان دي بروجكت من ضمن المشاريع اللي بتشتغل فيها الشركه، جبنا عربيات ورخصناها وابتدينا ان احنا نعملها بلون مختلف، خدنا تصريح ان احنا يبقى لنا اعلان على العربيات، فالرخص كلها مكتوب فيها ان على العربيات اعلان عشان تطلع بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. البنات بعد كده اخترناها خلينا فيها بعض الشروط من ضمنها انها لازم تكون بتعرف تسوق كويس. القياده المهنيه دي بقى ابتدينا ان احنا ناهلها ليها، قعدنا كل بنت خدت حوالي شهرين من شهرين لثلاث شهور بتاخد كورسات في القياده المهنيه، ازاي تسوق بطريقه امنه، ازاي انها تواجه المجتمع، تاهلها من الناحيه النفسيه انها ممكن تتعرض لاي مضايقات وازاي انها ترد عليها، ازاي انها لو العربيه دي عطلت ازاي انها تعرف تعمل لها الصيانه السريعه بتاعتها، او لو العربيه عطلت منها تعرف فيها ايه، ازاي تعرف تغير العجل مثلا، ازاي انها تعرف تشوف البطاريه، الحاجات السريعه. علمناها برده مبادئ الدفاع عن النفس، قوانين المرور عشان ما تنزلش وتواجه المجتمع هي مش عارفه قانون المرور بيقول ايه بالظبط، يعني مبادئ الاسعافات الاوليه لو لا قدر الله معاها راكبه حصل لها اي حاجه ازاي تقدر تتصرف. علمناها حاجات كتير جدا. بعد المرحله بتاعه تاهيل البنات ابتدينا ان احنا نساعدهم في استخراج رخص مهنيه. قبل كده في سن معين اشترطتيه؟ طبعا احنا في اشتراطات معينه للبنات انها تشتغل معانا. اول حاجه احنا عندنا انها تكون بتعرف تسوق، مؤهل عادي يفضل طبعا. احنا معانا بنات دكاتره وخريجات صيدله وخريجات هندسه وخدمه اجتماعيه وحقوق وتجاره، معانا كل المهن تقريبا. انها تجيد اللغه الانجليزيه عشان تعرف ازاي تتعامل مع الاجانب. انها كمان السن، احنا عندنا ضوابط بالنسبه للسن، السن من 25 سنه ل 45 سنه. طيب بالنسبه لتكلفه التاكسي مقارنه بالتاكسي العادي؟ تكلفه التاكسي هتكون مش اكيد كتير من التاكسي العادي، يعني احنا عاملين الخطه الاقتصاديه بتاعتنا انها هتكون ازيد حاجه بسيطه، لان احنا بنقدم سيرفيس برضه، احنا بنقدم عربيه حديثه زي ما انتم شايفينها كده، وحال بهذا بالجي بي اس، البنت نفسها خريجه مؤهل عالي، يعني بنقدم سيرفيس مختلفه. احنا بالنسبه للترخيص المهنيه احنا كان عندنا الاول مشكله في موضوع الترخيص، البنات ما طبعا يعني كانت كل ما بتروح اللي بيتريق عليها واللي بيعمل الكلام من ده، لكن بعد كده الحمد لله بالتفاهم مع خبراء المرور ابتدوا ان هم يساعدونا وابتدوا ان هم ييسروا لنا الامور، ولغايه الان استخرجنا خمس رخص مهنيه وجاء استخراج بقيه الرخص المهنيه للبنات. ما قلتيناش تكلفه التاكسي مقارنه بالتاكسي العادي؟ تكلفة التاكسي هتكون قريبة جدا من التاكسي العادي، هو ازيد حاجة بسيطة، لان في الاول وفي الاخر احنا بنشتغل في منافسة، يعني ما ينفعش ان انت تاخدي التاكسي العادي ب 10 جنيه واحنا نبقى ب 20، لكن هو انت هتاخدي التاكسي العادي ب 10 جنيه هتاخدي التاكسي بتاعنا حوالي 12 جنيه. طيب انا عرفت ان المشروع واجه اعتراضات كتير من المجتمع، اكيد فيها اعتراضات كتيره، واي مشروع مش مشروع انا بس، اي مشروع جديد لازم هيواجه اعتراضات من المجتمع، وهيواجه الناس تتريق عليه والناس تقول لك امال البنات ما بيعرفوش يسوقوا والاشاعات المغرضه الكتيره دي اللي بتحصل، لكن البنات في الاخر بتثبت نفسها وده متوقع. يعني اكيد اول ما البنت نزلت عشان تشتغل او عشان تتعلم او عشان حاجه كان في اجيال كتير بتطالب برجوع البنت لورا، واول ما البنت اشتغلت في مهن مختلفه زي مهندسه او زي دكتوره برضه الناس اعترفت. رجعتي راجل مثلا اخوكي بنتي اولادي. هو حضرتك احنا شركه، انا عندي ثلاث شركات مساهمه،
انا يعني عضو فعال في مجال المراه وفي مجال خدمه المراه وفي مجال خدمه السياحه، فانا قبل ما بنفذ اي فكره مش مجرد اي فكره بتطلع بننفذها، لا احنا بنعمل عليها دراسات اقتصاديه عشان نشوف الجدوى الاقتصاديه منها، بنعمل عليها دراسات اجتماعيه عشان نشوف مدى تقبل الفكره من المجتمع المصري، هنعرف نلاقي بنات تشتغل الشغله دي ولا لا، هنعرف نلاقي زباين لينا ولا لا، لا في حاجات كتير بنعمل عليها دراسات. طيب ما قلتليش رد فعل اولادك او زوجك او اخوكي؟ بالعكس انا على ما اظن ان كل الناس المتحضره بتؤيد هذه الفكره، يعني انا شخصيا عندي اسرتي بتؤيد الفكره، اصدقائي، زملائي، اهلي، كل الناس بتؤيد هذه الفكره، لان طالما عمل شريف اذا الناس كلها هتؤيد، وعمل شريف بيحافظ على البنت يعني بيحقق لها دخل مادي متميز واستقلاليه، ده اكيد كل الناس هتؤيد. التاكسي متاح في اي مكان، ممكن يتوفر في اي مكان؟ هو احنا عندنا مراحل، اول مرحله دي بتبقى المرحله الاولى، احنا هنشغل العربيات في القاهره والجيزه بس، وده عشان نتاكد من مواجهه جميع المشكلات اللي ممكن انها تظهر لنا يعني، بعد كده ممكن ان احنا نشغله في مناطق اخرى او محافظات اخرى، بس المرحله الاولى هيبقى القاهره والجيزه بس، وهيبقى اقصى حاجه المواعيد العمل عندنا هتبقى في الساعه 10 ل 10 مساء. في اماكن محظوره في القاهره والجيزه التاكسي مش هينزل فيها؟ هو يعني مبدئيا احنا هنستخدمه في الطبقات اللي تقدر انها تستخدم تاكسي زي كده، زي رحاب، التجمع، مدينه نصر، مصر الجديده، المعادي، اكتوبر، الزمالك، المهندسين، يعني تقريبا هنغطي اغلب القاهره.